السلام عليكم. وبكده وصلنا للنص التاني من المحاضرة. حاجة كنت عايز أكد عليها، إن إحنا زي ما قلنا الرقم لو طلع لنا بوزيتيف اللي هي الأريا بتاعة الترينجل يبقى إحنا ماشيين أنتي كلوك وايز، ولو طلعت بنيجاتيف يبقى إحنا ماشيين إيه كلوك وايز. إحنا بنستخدم حاجة زي دي ليه أصلا؟ فيقول لك بص، لو أنا عندي مثلا ري زي ده أو فيكتور زي ده اسمه بي كيو، وعندي النقطة ار، فأنا عايز أعرف ار ديت موجودة فوق اللاين ولا تحت اللاين، على شماله ولا على يمينه. فبنروح مستخدمين نفس الرول بتاعتنا اللي احنا كنا بنستخدمها في الأول، بنروح شادين خط من البي للكيو ومن الكيو للآر. فساعتها والله الأورينتيشن بتاعتنا لو طلعت أنتي كلوكوايز يبقى احنا كده ايه، يبقى احنا كده ناحية الشمال، يبقى احنا أنتي كلوكوايز. طب لو كانت النقطة موجودة على الناحية التانية مثلا هنا، فالاورينتيشن بتاعي كان يبقى كده، كان هيبقى كلوك وايز، وساعتها كانت هتبقى على اليمين. فنكمل من هنا للاكزامبل اللي بعده. بيقول لو انا عندي مثلا شوية لاين سيجمنتس تيست، انا عايز اعرف الفيكتور دوت بيقطع اللاين سيجمنت ولا لا. فممكن توقف الفيديو لحظة وتفكر باللي احنا اتعلمناه فوق ده، انا هعرف الفيكتور ده بيقطع اللاين سيجمنت ولا لا. فالطريقة اللي احنا هنستخدمها، احنا هنجيب من البي للكيو ومن الكيو للار، وساعتها انا هبقى لاحظت ان انا الار عندي موجودة ايه، فوق او على الشمال، او الحركة ليها علشان اوصل لها اضطريت ان انا امشي انتي كلوك وايز. انما من الكي من البي للكيو ومن الكيو للاس، الحركة ديت ايه، الحركة ديت كلوك وايز. يبقى الار والاس هما الاتنين مش على نفس الاتجاه، على عكس مين؟ على عكس لو انا مشيت من البي للكيو للنقطة ديت مثلا، النقطة ديت عشان اوصل لها مشيت ايه؟ انتي كلوك كويس، والنقطة ديت برضو عشان اوصل لها مشيت ايه؟ انتي كلوك كويس. فده معناها ايه؟ ده معناها ان ديت في هنا انترسكشن، تمام؟ انما هنا نو انترسكشن، تمام؟ نكمل بقى ايه للجزئية التانية دي. الفكرة هنا ان احنا المرة اللي فاتت كنا بنستخدم فيكتور، المرة دي احنا بنستخدم ايه، هاف لاين سيجمنت مع ايه، مع لاين سيجمنت اللي هو هاف لاين وسيجمنت يعني. فاحنا دلوقتي لو انا عندي البي كيو ممكن نسميها اتش، فانا عايز اعرف الاتش ديت اللي هو الفيكتور اتش ده بينترسكت مع ار اس ولا لا. احنا ممكن نضيف كمان نسمي ده ايه وده بي عشان نبقى عارفين فين الفرق. فانا والله لو عملت نفس الاورينتيشن تيست بتاعي اللي هو البي كيو ومن الكيو للاي، هلاقي ان الاي ديت ماشيه في اتجاه عكس اللي البي كيو بي مشيت له، فده معناها ان الاي بي بتانترسكت، فخلاص دي حاجه احنا كنا متوقعينها والحمد لله اشتغلت. انما الفكره هنا انا لو مشيت بي كيو ار هلاقي ان انا مشيت في اتجاه، وبي كيو اس مشيت في اتجاه معاكس مع انه مفيش انترسكشن. فبيقول بقى ازاي ااكد ان في انترسكشن في حاله زي دي، ان انا لو بستخدم هاف لاين مثلا مع لاين سيجمنت. فبيقول لك والله احنا هنعمل دبل تشيكنج، اللي هو ايه، انا هعمل تشيك من البي كيو للار ومن البي كيو للاس، وهعمل تشيك تاني من الار اس للبي ومن الار اس للكيو. فاللي حصل هنا ان انا لما مشيت من الار اس، لما مشيت من ال R S لل P لقيت ان انا وصلت لها بالحركة اللي هي ال anti clockwise، ولما مشيت من ال R S لل Q لقيت ان انا وصلت لها بنفس الحركة اللي هي ال anti clockwise. فده معناها ايه؟ معناها ان مفيش intersection بين الاتنين دول، فبسبب ان ديت هاف لاين، تمام؟ فانا التستنج بتاعي بين لي ايه؟ بين لي النقطة دي. وبرضو بشكل عام ده كل اللي احنا هنكون محتاجينه من الليسون دوت علشان نقدر نكمل بقى في ايه، في بقيه الليسونز. انا الفكره بالنسبه لي ببقى عايز اعرف النقطه بتاعه الاورينتيشن. فاحنا لو كملنا طبعا يعني الجزئيه ديت بتاكد على النقط اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ التريك كلها بس في الحته دي، ان انا لو عندي البي كيو فانا لما هاجي تيست مع النقطه ديت مثلا هلاقي دي بتلف في اتجاه وديت في اتجاه معاكس، فالمفروض في انترسكشن، بس انا لما اعمل اورينتيشن بين اللاين ده والكيو وبين اللاين ده والبي هلاقي ان مفيش انترسكشن حصل، ان الاتنين يعني على نفس الناحيه، فالمفروض ميبقاش في انترسكشن حصل. بس الفكره كلها في ايه،
في ان الكيو دوت مثلا انا لو بعتبره فيكتور، لو بعتبره هاف لاين، فالمفروض يبقى فيه انترسكشن بين الاثنين دول. فاحنا بنخلي بالنا بس من نقطة اللي هو اللاين ده موجود فين بالنسبة لي الهاف لاين دوت او الفيكتور دوت او اللاين سيجمنت ده. لو هو لاين سيجمنت ولاين سيجمنت يبقى احنا شغالين بنعمل الدبل تشيكنج، لو هو فيكتور فانا بعمل تشيك واحد بس من مين، من الفيكتور. طب لو هو هاف لاين فانا بعمل اللي تشيك وبشوف انا عند انهي ناحية، هل انا عند الناحية اللي هي الفيكتور ولا عند الناحية اللي هي اللاين سيجمنت اللي هي النقطة اللي هي بداية بس، ولا النقطة اللي هي المستمرة. لو انا من عند النقطة المستمرة فخلاص ببقى عارف ساعتها ايه، ببقى عارف ساعتها ان انا يعني بعمل التشيك من ناحية واحدة بس، لو مش كده خلاص انا بثبت. انا برضو علشان ما اكونش بكذب عليكم، انا يعني النقطة بتاعت الهاف لاين ديت هي بس اللي انا مش متأكد منها قوي يعني التشيكنج عندها بيبقى ازاي، بس هي دي مش هتبقى الأزمة يعني. احنا بقية الليسونز مش هنقعد نتعامل فيها مع النقطة دي، هيبقى لاين سيجمنت مع لاين سيجمنت وشغالين عادي، او لاين سيجمنت مع بوينت وبرضو ايه شغالين عادي. ده كده كل اللي احنا كنا عايزين نقوله في الليسون دوت، في المحاضرة دي كلها. هو ده تقريبا اللي احنا هنحتاجه في الجزئية دي يعني. انا كنت قلت برضو في الاول انا هحاول ادي المعلومات المهمة اللي تقدر تخلينا يعني نمشي على قد ما نقدر في الجيومتري. وبرضو يعني لو حد حابب يأكد على المعلومة او يأكد على النقط او كده ممكن يبقى يقرأ السلايدز وهو شغال مع الفيديو.